تعالوا معنا أعزائي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ولادة الإمام سلام الله عليه. طبعا في البحث العلمي يجب علينا أن نبحث، لماذا؟ لأنه إحنا في بحث في الحوزات العلمية ما نبحث الدليل على وجود الله، نبحث لو ما نبحث. على شنو لعد خايفين نبحث الدليل على وجود ماذا؟ على وجود الحجة. منو قال خط أحمر؟ أشوف وجود الله مو خط أحمر، وجود الحجة خط أحمر. شنو هالمنطق هذا؟ هذا منطق العاجز، منطق الهارب، منطق الذي يخاف، ولا منطق العالم يقول أي بحث أنا أبحث ما عندي مشكلة. أعزائي، هذا البحث إنما أطرحه للأعزاء، خلوا ذهنكم يمي، أطرحه حتى يتضح لكم أن المنهج السندي الذي سار عليه سيدنا الأستاذ السيد الخوي لو التزمنا به هل يمكن إثبات ولادة الحجة أو لا يمكن؟ إذا صار المنهج سنديا فهل يمكن إثبات ولادة الحجة بالمنهج السندي أو لا يمكن؟ وأتكلم في هذا اليوم أعزائي في كتب الشيعة. تعالوا معنا أعزائي، أولا ما نبدأ أعزائي بكتاب أصول الكافي، الأصول من الكافي، الأصول من الكافي الجزء الثاني، باب مولد الصاحب، يعني كتاب الحجة رقم الباب 125، باب مولد الصاحب. يقول، التفتوا لي جيدا، يبدأ من الرواية 1 في هذا الباب إلى أعزائي الرواية، إلى الرواية 31 في هذا الباب، يعني صفحة 645 إلى صفحة 677، ينقل 31 رواية في ولادة الإمام. أنا راح أتسلسل مع الأعزاء. المورد الأول أعزائي مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، باب مولد، صفحة 170 وما بعد. اكتبوا أعزائي حتى أنه بكرة إذا سئلتوا لا تكونوا ما تعرفون، زين تعرفوا. الحديث الأول ضعيف على المشهور، الحديث الثاني مجهول، الحديث الثالث مجهول، الحديث الرابع صحيح، هذا واحد، الحديث الخامس مجهول، الحديث السادس مجهول، الحديث السابع مجهول، الحديث الثامن صحيح، هاي صار 2، الحديث التاسع مجهول، الحديث العاشر مجهول، الحديث الحادي عشر ضعيف، الحديث الثاني عشر مجهول، الحديث الثالث عشر مجهول، الحديث الرابع عشر مجهول، الحديث الخامس عشر حسن كالصحيح، هاي صار 3، الحديث السادس عشر مجهول، الحديث السابع عشر مجهول، الحديث الثامن عشر مجهول، الحديث التاسع عشر مجهول، الحديث العشرين أو العشرون صحيح، هاي صار 4، الحديث الحادي والعشرون مجهول، الحادي الثاني والعشرون مجهول، الثالث والعشرون عفوا الرابع والعشرون صحيح، هاي صار 5، الخامس والعشرون كالصحيح، هاي 6، السابع والعشرون مجهول، الثامن والعشرون مجهول، التاسع والعشرون صحيح، صار 7، الثامن والثلاثون مجهول، الواحد والثلاثين صحيح. إذن مجموع الروايات من 31 كم رواية عندك أعزائي؟ ها؟ 7 إلى 8، يعني بعبارة أخرى إيش قد مولانا؟ ربع الرواية، هن 31 رواية، 7 إلى 8 منها صحيحة. هذا على مباني من؟ ها؟ على مباني العلامة المجلسي. تعالوا معنا أعزائي على مباني العلامة البهبودي مولانا في صحيح الكافي،
هناك في الجزء الأول باب مولد الصاحب لا تصح إلا روايتان، الراء التاسعة وأربع وعشرين. التفتوا جيدا، أنا بيني وبين الله. الآن أنتوا أساتذة بحث خارج، أساتذة بحيث، وتحضرون أبحاث الخارج وتذهبون إلى التبليغ. لو أن شخصا قام أمامكم قال عزيزنا مولانا، أنتوا اللي تعتقدون بوجود الإمام الحجة، دليلكم ما هو على ولادته؟ ما هو دليلكم؟ تقول له عندنا مئات الروايات، يقول له بابا جيب لك خمس روايات شنهن؟ علماؤكم قالوا هي ماذا؟ صحيح. طبعا يكون في علمكم، وخمس روايات كافية لو مو كافية؟ كافية لو مو كافية؟ لماذا؟ لأنه ولادة الحجة قضية تاريخية لو قضية عقائدية. احنا نريد نثبت إمام ولد، وإلا إذا اكتفينا بخبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن لو يفيد القطع واليقين، شو تقولوا؟ فأنت تبني عقيدتك على الظن. نعم، الذي ثبت خبر الواحد حجة في الفروع. أنت في العقائد ماذا تريد؟ ظن تريد له قاطعة، وثلاث أربع روايات تفيد القاطعة أو لا تفيد القاطعة؟ لا تفيد القاطعة. هسه بيني وبين الله، لهنا هم قبلنا كما يقال، لهنا هم قبلنا بابا مو ثمانية، ايش قد روايتين. تعالوا معنا الى من؟ الى الشيخ الآصف المحسني. الشيخ آصف المحسني في مشرعة بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 208. ولادته وأحوال أمه، أنا راح أقرأ تعليقا ما علق، والحكم لمن؟ للمشاهد الكريم وللأعزاء الذين يحضرون المجلس. قال فيه أكثر من 40 رواية كما موجود. خلي ذهنك يم يا أعزائي، المتكلم مو ناصبي، مو ابن تيمية ولا الذهبي ولا ابن حجر العسقلاني ولا واحد من علماء النواصب ولا واحد من علماء السنة، بل واحد من أبناء ماذا؟ هاي الحوزة المباركة في النجف وقم، ومن تلامذة المنهج السندي. من تلامذة من؟ السيد الخوي قدس الله نفسه. يقول فيه أكثر من 40 رواية. خب جيد، كم واحدة معتبرة شيخنا؟ يقول والمعتبرة منها، خلي ذهنك يمي، المعتبرة نتكلم في البحث السندي، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 5. احسبن برقم شنو؟ 5، ولكن بشرطها وشروطها، مو مطلقا معتبرة. إن ثبتت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام على ماذا؟ على الوثاقة، وإلا ابن عاصم أيضا مجهول. وأنتم تعلمون أن سيد الخوي في معجم رجال الحديث يقبل أن كثرة الترحم تدل على الوثاقة أو لا تدل؟ لا تدل، لا تدل. إذن هاي الرواية هماتي أنا على مبنى يتسامح فيها، وعلى مبنى فهي أيضا ماذا؟ ضعيفة. هاي الرواية الأولى. والرواية الثانية وبرقم 33 إن كان الخشابو هو الحسن بن موسى، لكن فيه تردد. لماذا؟ لأنه هو من الطبقة السابعة وينقل عن السادسة ومجهول، فالرواية أيضا ماذا؟ ضعيفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فثبتت بالأدلة المتواترة ولادة المهدي. جسم. وأنا أتصور طرح هذه الأبحاث في الحوزات العلمية قوة للمذهب مو ضعف للمذهب، حتى الآخرين عندما يسمعون يقولون بابا بيني وبين الله هؤلاء أي قضية من القضايا يطرحونها أين؟ في حوزات العلمية، ولا يخشون أحدا. وعليه لعش نسوي، وين يروح مولانا؟ بعد مضطر مولانا، وما حيلة المضطر إلا ها ركوبها. يروح مولانا إلى ابن حجر
ويروح إلى كتب أنساب، وهذني كلها كتب أسانيد الروايات فيها كلها ضعيفة، يكون في علمك أبدا، لأنه ينقل عن نسابة في القرن العاشر، ومنين عرف ومن الكتب الأخرى وين سند منين؟ هو احنا القرن الرابع ما قادرين نثبته. ولهذا يقول وعليه فلا بد من الاخذ بمشتركات الروايات، ومنها ولادة محمد بن الحسن العسكري، وقد اعترف بها ابن حجر المتعصب المتحجر في صواعقه. بيني وبين الله، الان يأتي سني يقول بيني وبين الله اشتبه ابن حجر في ماذا؟ في صواعقه. دليل ما عندنا هسه، فد رواية صححة واي روايات صحيحة عن صحة. وكذا ابن خلكان في تاريخه، هم لها قيمة، شنو قيمتهم؟ ثم هسه الآن شوية يدخل في التفاصيل، خلي ذهنك يا أمي عزيز. ثم إن الرواية الثانية وغيرها قد فصلت كيفية ولادة الإمام، لكنها ضعيفة الأسانيد مختلفة متنا ورواتها مجهولون. هاي اللي الآن اجوا ما ادري ملائكة، اجوا ما ادري نساء الأربعة من السماء، هذا كل يقول رواتها كلها مجهولون. تقول بابا حكيمة ده تنقل، يقول وحكيمة ايضا لم توثق. وحكيمة ما موثقة مولانا، رواياتها صحيحة لو ضعيفة مولانا. يقول وحكيمة ايضا لم توثق، فهذه الروايات غير معتبرة، لا ينبغي الاعتماد عليها في هذه التفاصيل. والرواية الثانية عشر وغيرها مما يوافقها في المضمون. في الرواية الثانية عشر مولانا ينقل فت قصص اللي الآن على المنابر، شنو ينقلون؟ شنو هذه القصص؟ في الرواية 12 أعزائي اللي تبدأ هذه الرواية من صفحة، أعزائي من صفحة تبدأ الرواية من صفحة 9 اللي هي مولانا أبو الحسن فأتيته فلما جلست بين يدي قال لي يا بشر إنك من ولد الأنصار وهذه الموالات، إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخي. هاي القصيقة القصة المعروفة. يبدأ من صفحة 9 إلى صفحة أعزائي تقريبا 10، يعني 3.5 صفحات. يقول والرواية الثانية عشر وغيرها مما يوافقها في المضمون قصة خيالية من بعض الرواة. هسه بيني وبين الله كان مغرما بالإمام سوفت قصة شلون ولد الإمام. هو الإمام سلام الله عليه منو كان يقدر يتكلم أنه مولود الإمام، حتى أنه بيني وبين الله يطلع هذول الرواة المجهولين على كيفية ولادة الإمام؟ أصلا مو منطقي يطلعون. البناء كان على السرية لو على العلنية؟ ها ها، ولادة الإمام كانت على السرية لو العلنية؟ شلون يطلع هذول الرواة ورواة مجهولون مو تقول في أعلى درجات الوثاقة؟ على أي لحظة كما يعرفها الباحث بشرط أن لا يكون من البسطاء والموصوفين بالسذاجة. أنا هيك أسوي حتى أنا يقول إلا يقول إلا إذا كان مجنون يقبل هيك هذه الرواية. اللي إحنا الآن على المنابر شنو؟ ها؟ هي هاي الروايات. والروايات غير المعتبرة لا سيما مثل هذه الروايات ربما تغير الثقافة الشيعية إن قبلناها. يقول تعلمون إيش قد آثارها السلبية وآفاتها إذا قبلنا مثل هذه الروايات. ثم إن السند في المذكورة برقم 21 محتاج إلى توجيه معقول كما لا يخفى على الخبير إلى آخر الباب. هذا تمام الكلام في المنهج السندي لإثبات ولادة الإمام الحجة في كتب من؟ شنو؟ في كتب الشيعة.